اهلا بحضراتكم من جديد. طيب جزء تاني متعلق بالكره المصريه بشكل عام، المشاكل اللي احنا بنشوفها كل يوم في الكره المصريه، جزء منها هو تاخير القرار او توقيت اتخاذ القرار المناسب في المرحله المناسبه. هنا الامر متعلق بلجنه الحكام في اتحاد الكوره. احنا بقالنا فتره كبيره جدا بنتكلم عن المشاكل اللي بنواجهها من لجنه الحكام، والكل بالامس اتفاجئ فجاه ان نهائي كاس الرابطه بطاقم تحكيم اسباني، وتم تعيين طاقم تحكيم على اعلى مستوى، طاقم تحكيم بجد حتى يعني ما جاش زيه في ماتش الاهلي والزمالك. يعني الحكم الدولي اللي جه في ماتش الاهلي والزمالك يعني حكم دولي من 2019 عمل مباراه كبيره، ما بالكوا بقى الحكم الاسباني اللي جاي بكره في ماتش فيوتشر والمحله في نهائي كاس الرابطه، ده دولي من 2014 وحكم مميز جدا من اكبر حكام الدوري الاسباني. جه في ظرف قد ايه؟ ظرف 72 ساعه. لما كان النادي الاهلي بيطلب دايما حكام اجانب كان بتتحط كده شروط، $40,000 اطلب قبلها ب 14 يوم، وفي الاخر لما تطلب من الدوريات الكبرى يقول لك اصل ما تردش عليا. الامور اصبحت كاشفه عشان نعرف اللجنه اللي بنتعامل معاها دي، هل لجنه تتعامل بشكل يعني علمي وشكل صحيح مع الانديه؟ هل في يعني سواسيه في التعامل او في معادله او في معامله مع الكل واحده؟ الله اعلم. اعتقد دلوقتي بعد الشكل اللي شفناه امبارح الامور بقت مختلفه تماما. حتى لما اتكلمنا على قيمه ال $40,000 وقلنا التكاليف بتبقى كام، ما وصلتش ال 25,000، ولغايه اللحظه دي حتى اتحاد الكره ما ردش على القيمه اللي بتتصرف دي. ايه ما يثبت ان الرقم ده كله بيتصرف على الاطقم التحكيميه اللي بيتم استخدامها من اوروبا. طيب اتكلمت برضو على فكره تعيينات الحكام، واتكلمت في الفتره اللي فاتت على ان كان في جزء او واجب مهم جدا من لجنه الحكام ان هي تستعين بحكام اسكندريه في فتره كبيره جدا من الماتشات. ولما بتكلم ما بتكلمش بوجهات نظر او رؤيه شخصيه، انا بستعرض من خلال صفحه اتحاد الكوره لما بتنشر اسماء الاطقم التحكيميه اللي بتدير المباريات بعمل احصائيه. ما الاحصائيه دي بتديني يعني معيار او مدلول اللجنه اللي بتشتغل دي، هل لجنه بتشتغل على تطوير التحكيم ولا لجنه بتشتغل لمجرد ان هي بتشتغل وخلاص، واي حد بيكلمها في حاجه بتنفذها وبتعملها وخلاص. ما هو لازم اعرف اللجنه بتعين مين والفين وازاي. يعني مثلا كابتن محمود بسيوني لما اتكلمت عليه حكم من منطقه اسكندريه، حكم ممتاز جدا، لكن اللي طلعه من القائمه الدوليه كان الكابتن عصام عبد الفتاح، ولما اداله ماتشات كتيره الفتره الاخيره كان الكابتن عصام عبد الفتاح. ازاي يعني؟ ايه معيارك يا كابتن عصام وانت بتدي لمحمود بسيوني مباريات متتاليه وفي نفس الوقت بتستبعده من القائمه الدوليه؟ تيجي على صبح العمراوي تلاقي نفس الفكره، برضه حكم من منطقه اسكندريه بيتكرر كتير قوي. بعمل برضه كده بحث على المباريات الخاصه بالاهلي وفيوتشر، الماتش اللي جاي الاهلي وفيوتشر، فبالتاكيد عايز اعرف كم حكم مثلا جه للاهلي، كم حكم جه لفيوتشر، عشان اعرف اللجنه، هل اللجنه بتشتغل بطريقه علميه ولا اللجنه بتختار كده باي لاك يعني بالحظ، ولا بتختار ازاي؟ اكتشفت حاجه اغرب من الخيال. هل تتخيلوا ان ممكن حكم يجي في ماتش لفرقه 10 ماتشات لغايه دلوقتي، واحنا لسه اصلا ما كملناش الموسم، 10 ماتشات ما بين حكم ساحه وحكم تقنيه فيديو؟ يعني الانديه بتركز في الملف بتاعها وبتحس ان بظلم التحكيم بتطلب حكام اجانب، الاهلي طلب، فيوتشر طلب، كل الانديه طلبت. لكن تيجي تبص على لجنه الحكام اللي الكابتن عصام متمسك بالكرسي بتاعها لغايه دلوقتي ومش فاهم ليه، ومش قادر افهم برضه ليه الاستاذ جمال علام لغايه اللحظه دي مش قادر ياخد قرار في رئيس اللجنه، رغم ان هو اعلن ان في خبير اجنبي جه، مارك كلاتنبرج الحكم الدولي الانجليزي السابق، وخلاص الراجل هيتولى المسؤوليه من اول شهر 8 اللي جاي بعد ما ينتهي العقد مع الاتحاد اليوناني يوم 30/7. لكن لغايه اللحظه دي لا الكابتن عصام قدم استقاله ولا الاستاذ جمال علام عايز ياخد قرار جوه مجلس الاداره، رغم ان الترابيزه وطاوله الاجتماع كلها بنسبه 70-80% واخده قرار باقاله رئيس اللجنه، لكن الاستاذ جمال علام متمسك باستمرار الكابتن عصام مش عارف ليه. ولا حتى الكابتن عصام بعد تعيين كلاتنبرج طلع اعلن ان هو متقدم باستقاله، رغم ان هو قال ده قبل كده، بس زي ما انتم عارفين يعني كل كلمه بتتقال بتتسحب بعدها لان مفيش حد بيأدي الكلمه اللي هو بيقولها. طيب انا هستعرض قدامكم على الشاشه ملف باسم الحكم الكابتن وائل فرحان عشان تعرفوا الكابتن عصام عبد الفتاح بيدير لجنه الحكام صح ولا بيديرها غلط. تكرار اسماء الحكام في بعض المباريات ده صح ولا غلط؟ يعني ممكن تلاقي حكم مثلا ايه ماتشين ثلاثه أربعة بحد أقصى ما بين حكم ساحة وفار، لكن توصل إن حكم بيتقرر 10 ماتشات 10 مباريات إزاي؟ يعني ده بأي منطق يا كابتن عصام؟ اللجنة
اللي انت حاطط فيها اكتر من 20-25 واحد بتعمل ايه؟ لجنه تطوير ولجنه فار برئاسه السيد مراد اللي ما كانش حكم دولي ولا يعرف حاجه عن الفار، ولجنه فنيه، ومدير لجنه حكام الكابتن احمد ابو العيله ما اعرفش دوره ايه دلوقتي، هو بيشتغل مع الكابتن عصام ولا هو اللي بيدير اللجنه، واللجنه فيها الكابتن فهيم عمر ما اعرفش هو استقال وراح يشتغل في الترسانه ولا مكمل في اللجنه، محدش عارف حاجه. رئيس اللجنه نفسه حسب ما قيل من اتحاد الكره انه سافر المغرب. هل سافر المغرب عشان ان في تحرك من رئيس الاتحاد الافريقي عايز يعمل هيكله لجنه الحكام، فالراجل خايف على الكرسي والمنصب فساب الدوري وساب المنظومه وراح المغرب يحضر كاس امم افريقيا للسيدات، ولا هو راح ليه؟ ما هو لو بنتكلم على حضوره كعضو لجنه حكام في الكاف، ما راحش الكاميرون حضر كاس امم افريقيا للرجال اللي هي البطوله الاقوى واللي فيها كل المسؤولين، ساب دي وراح يحضر كاس امم افريقيا للسيدات. ما هو لما نفتح ملف ونتكلم ان في لجنه شغاله غلط، مش هنسيب الملف ده لغايه لما يتاخد فيه قرار. يعني فضلنا ماسكينه فتره طويله لغايه لما جه خبير اجنبي. طب كمل بقى، يعني كمل القرار، انت خدت 50% من القرار، كمل ال 50% الثانيه من رئيس اللجنه، يتم اقاله رئيس اللجنه الحالي لان شغله غلط، الراجل شغال غلط. بصوا يا جماعه على الشاشه، عملت احصائيه على الحكام اللي اداروا مباريات الاهلي واللي اداروا مباريات فيوتشر. في مباريات الاهلي لقيت مثلا اربع حكام خمس حكام جم مثلا اربع مرات خمس مرات، وده وارد على فكره. لكن على الشاشه قدامكم الجوله التاسعه يوم 16 فبراير فيوتشر والبنك الاهلي يوم 16 فبراير، لقيت الكابتن وائل فرحان حكم تقنيه فيديو فار، حكم تقنيه فيديو الفار في الجوله التاسعه. طيب نروح للجوله ال 11 يوم 25 فبراير ماتش فيوتشر والمقاولين العرب، الكابتن وائل فرحان حكم ساحه. طب نروح للاسبوع اللي بعديه، الاسبوع ال 12 يعني الاسبوع اللي بعديه على طول يوم 9 مارس غزل المحله وفيوتشر، الكابتن وائل فرحان حكم تقنيه فيديو. الله. طب نروح على الاسبوع اللي بعديه المقصه وفيوتشر، ده قدامنا مباراه المقصه وفيوتشر الاسبوع ال 17 يوم 29 ابريل حكم تقنيه فيديو برضو. طب نروح على الاسبوع ال 19 يعني الاسبوع اللي بعد ال 17 كان في 18، راح الاسبوع 19 فيوتشر والاتحاد حكم ساحه وائل فرحان. الله. الاسبوع ال 21 فيوتشر وايسترن كامباني شرقيه للدخان يوم 29 مايو حكم تقنيه فيديو. ايه ده؟ ست ماتشات في الدوري لغايه دلوقتي ما بين اربع مباريات حكم تقنيه فيديو، حكم رئيسي مش مساعد، حكم رئيسي، ومباراتين حكم ساحه. طب نروح بقى لمباراه كاس الرابطه وكاس مصر، الدور قبل النهائي لكاس الرابطه اللي اتلعب يوم الاحد اللي فات 3 يوليو فيوتشر وامبي، كان حكم ساحه. طيب نروح ل اللي بعدها كأس مصر دور ال 32 يوم 26 مارس فيوتشر ومنتخب السويس، كان حكم تقنية فيديو. طب نروح على كأس الرابطة، المباريات اللي كانت في بداية البطولة دور ال 16 ماتش ايستر نيكامبن الشرقية للدخان مع فيوتشر، كان يوم 12 يناير حكم تقنية فيديو. طب نروح لكأس الرابطة برضو ماتش المصري وفيوتشر، الكابتن وائل فرحان حكم تقنية فيديو مع الكابتن محمد الحنفي يوم 26 يناير. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ هي اللجنة بتشتغل ازاي؟ أنا عايز أفهم الراجل المسؤول عن تعيينات الحكام في لجنة الحكام هو بيشتغل إزاي؟ هو بياخد القايمة بتاعت الأسبوع ال 11 يعدي أسبوع 12 ويحطها في الأسبوع ال 13؟ ده معنى كده إنك لا بتاخد بتقارير المراقبين، مراقب الحكام اللي بيراقب ده بيدي درجات. هل الراجل ده في تقريره جايب 10 من 10 عشان يقرر كل الماتشات ديت؟ خدوا بالكم أنا اتكلمت على الدوري لوحده وكأس الرابطة لوحده، لكن لو بصيتوا على التواريخ بص 12 يناير 26 يناير 16/2 25/2 9/3 26/3 29/4 17/5 29/5 3/7 احنا بنتكلم فتره زمنيه من مباراة والثانيه، يا اما اسبوعين يا اما ثلاثه، يا اما اسبوعين يا اما ثلاثه ورا بعض. هو وائل فرحان حكم دولي؟ لا مش حكم دولي. ايه ده؟ ليه؟ ده على فكره انا لسه ببحث بس على مباريات الاهلي وفيوتشر، لسه ما رحتش لباقي الفرق. ده انا ممكن الاقي محمد معروف رايح لفرقه مثلا خمس ماتشات ورا بعض، ممكن الاقي مثلا محمد الحنفي اربع ماتشات ورا بعض. انا مش بتكلم على الحكام، انا بتكلم على اللجنه اللي بتدير ملف التحكيم في مصر. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتقرره ده يا راجل؟ ده لما في كاس العالم للانديه لما جه حكم للاهلي مباراه السيمي فاينل والثالث والرابع، الاعلام الرياضي كله قال لك ازاي الفيفا يعمل كده؟ يعني ماتشين ورا بعض، مش 10 ماتشات ما بين دوري وكاس رابطه وكاس مصر. وبعدين هو مثلا مش محمود البنا ولا امين عمر ولا حكم دولي ولا محمود عاشور،
لكن وائل فرحان في كل الماتشات دي ليه؟ وليه فتره برضو كان محمود بسيوني منطقه اسكندريه ماتشات كتير ورا بعض؟ انا عايز افهم بس، هوجه سؤال للكابتن عصام سواء ساب اللجنه النهارده او بكره، انت بتعين الحكام باي معيار؟ يعني انا عايز اعرف اللجنه اللي بتدير ملف التحكيم في مصر ايه هي المعيار بتاعها اللي على اساسه بتختار الاطقم التحكيميه؟ والله لو رد عليا وقال انا معياري 1 2 3 واقتنعنا بيها يا سيدي اهلا وسهلا، قلت ان وائل فرحان ده في تقنيه الفيديو 10 على 10 مفيش مشكله، بس تقرروا الباقي الفرق، يعني يبقى بيلف على ال 18 فريق، مش بالشكل ده، مش بالشكل ده. انا بقى لي اكتر من شهر والله بستعرض مستندات رسميه من صفحه اتحاد الكوره ومحدش في اتحاد الكوره واخد باله هو بيعمل ايه، مفيش قرار طلع رسمي لغايه دلوقتي باسم رئيس اللجنه. هل هيجي الكابتن جهاد جريشه؟ هل هيجي الكابتن ياسر عبد الرؤوف؟ هل هيتم الاستعانه بالكابتن ناصر عباس؟ هل كلاتنبرج هيبدا من شهر 8 في الدوري الحالي ولا السنه الجايه؟ محدش عارف حاجه. طيب اخرج فاصل، وبعد الفاصل نتكلم عن الاهلي ونشوف السوشيال ميديا ركزت على ايه بخصوص الاهلي بعد التعادل مع الجونه بالامس.